حبس الريح أثناء الصلاة حبس الريح أثناء الصلاة تكره يكره حبس الريح أثناء الصلاة، لكن ازدادت زيادة شديدة اخرج حتى تحافظ على خشوعك. ورد أن النبي قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأقبثان، لكن إن صليت الصلاة تصح ما دمت لم تنقضها بناقض، لكن الخشوع إذا ذهب الأجر يقل.